المدن الذكية في كوريا واصلت استقبالها للوفد الكويتي الزائر برئاسة معالي وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الدكتورة جنان محسن رمضان، وبالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في كوريا التي قاد سعادة السفير بدر محمد العوضي جهودها لتحقيق زيارة شاملة تعود بأكبر الفائدة على البلدين الصديقين. كما لقي وفد المؤسسة العامة للرعاية السكنية ترحيبا حارا في مكتب مشروع الكويت في المؤسسة الكورية للأراضي والإسكان. 이번에 그 주택부 장관님과 사절단이 한국에 방문해서 대단히 기쁘다. نحن سعداء جدا بزيارة معالي الوزيرة والوفد المرافق لكوريا، واعتقد ان الوفد قد اطلع بشكل معمق على المفاهيم والتقنيات التي تبنى وفقها المدن الذكية الكورية، ونحن سنعمل على تطبيق افضل تلك التقنيات والاساليب الإدارية في جنوب مدينة سعد العبد الله الذكية في الكويت. شكلنا فريقا يضم 50 شخصا من جميع الاقسام في مؤسستنا، مهمته التواصل بشكل صحيح وفعال مع شركائنا في دولة الكويت نظرا للأهمية البالغة لهذا المشروع. وركزت الجولات على نواحي إدارة المدن الذكية كمشاريع متكاملة لدمجها بدورة الاقتصاد الوطني وشبكة النقل العامة، والترويج لها بتعريف المواطنين بأدق تفاصيل الحياة اليومية بين جدران بيوتها التي تحقق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والأمان. كان أحب أوجه رسالة أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية طبعا تقوم بدراسة أفضل التجارب العالمية لدراسة مدى أمكانية تطبيقها في كافة مشاريعها السكنية الجديدة. طبعا الفكرة الجديدة اللي بالإمكان تطبيقها واللي كانت يعني نعتقد أنها تجربة ممتازة هو أن يكون هناك نماذج بحجم واقعي للوحدات السكنية اللي هو مجسم كامل بالإمكان أن المواطن يدخل ويشوف وحدته السكنية قبل أن يختار هذه الوحدة عشان تكون هناك خصوصية للمواطن قبل التنفيذ، هو يختار التشطيبات الألوان اللي حاب أنه تتنفذ في وحدته السكنية. واختتمت الزيارة في مقر إحدى كبرى شركات الإنتاج الرقمي في كوريا للتعرف على التطورات التقنية في مجالات الوسائط المتعددة والواقع الافتراضي.